بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تبارك الله عليكم، نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وما يخصكم حتى شي خير. ها اليوم إن شاء الله غادي ندير لكم واحد الأكلة اللي هي الدجاج بالروز. أكلة سهلة وبسيطة وكل واحد يعجب، كاع الناس يبغيوها، كتمشيو تاكلوها في الريستورات في المطاعم برا وكتلقاوها. دابا غادي نعلمها ان شاء الله لبنيات الصغارات باش يديروها، وحتى الامهات اللي عندهم كيديروها بواحد الطريقه، يمكن كل واحد غادي نديرها انا بالطريقه ديالي ان شاء الله وعلى بركه الله. غادي نبداو في المقادير الاول. اذا عندنا هاد العطور كما شفتوا، العطور تاعي كلشي راني جبتهم هنايا باش نوريكم. هذا سكينجبير، اوكي، هذه فلفلة كحلة، هي بلاك بابر، هذا الجينجر، هذا تيرميريك اللي هو الخرقوم، ودير الفلفل بالعربية اسمحوا لي، وهذا نعم سيدي كمون، انا ما غاديش نستعمله. هذو العطور ديالي جبتهم، وهذه بابريكا اللي هي فلفل احمر، هذه الملحة اللي عندي انا في اللون برتقالية اللون اورانج، وسكينجبير واش نخر، فلفل كحلة. اذا غادي نحيد هادو، وهذه اللي حنا نقولوا لها سبعه تاع العطور، كيقولوا لها راس الحانوت. ها هي هذه راس الحانوت، غادي ندير منها واحد المعلقه، غادي نوريكم العطور هنايا. اذا هذه بابريكا معلقه، كلشي انا درت بهذا الميزان، واحد المعلقه تيسبون، هذه معلقه 1 تيسبون بابريكا، وحده 1 تيسبون بلاك بابر. اذا هذه فلفل احمر معلقه تاع الشاي، ومعلقه شاي تاع فلفل اسود اللي هي بابريكا، وهذه الملحه شتو غير هاد الطيحه طاحت ليا، هاد الملحه اللي راها برتقاليه درت معلقه، وعينكم ميزانكم على حساب الملحه. انا غسلت الدجاج تاعي غادي نقول لكم كيفاش درت له. اذا وهذه سكينجبير درت معلقه ونص، انا كيعجبني دائما سكينجبير جينجر والصولت، ياك 1 تيسبون صولت، 1 and half تيسبون جينجر. اذا وهذا التيرميريك اللي هو الخرقوم معلقه، هي عامره، وهذا الفلفل نص معلقه، هذا فلفل زريعه، هذا سبايسي هاو. اذا هذا دائما نديره هنا، هذاك الفلفل الزريعه تاع الفلفله كتباع في الاسواق، انا كنديره كيصاوب الماكله ديالي، يعني اللي يبغي سبايسي. قلنا هذه سبعه تاع، هذه يقولوا لها راس الحانوت اللي هي سبعه تاع العطور، كي سميتها 5 سبايسز، خمسه تاع العطور هنايا 5 سبايسز، انا شريناها هكا موجوده مصاوبينها مقومينها، بحال احنا نقولوا في المغرب راس الحانوت، نقولوا عندنا فيها راس الحانوت. اذا كلشي قلت هذا، نتمنى ان شاء الله ما ننساش. هذه التومه، درت واحد الراس كبير تاع التومه، يعني الراس فيه بزاف تاع الريسان، ها هو قطعته، اوكي، واخا انا ما تعجبنيش التومه بزاف في الدجاج نتاع هذا اللي نديره، ولكن الناس بزاف كيحبذوها. وهذه اونيون، هذه اونيون باودر، هذه بصله باودر اللي هي باودر، هاي هذه بصله، انا هذه اللي عندي قطعت واحد البصله ها هي كبيره، وقطعتها اطراف صغار كما تشوفوا بحال هكذا، خرجنا من هادو. عندنا زيت الزيتون، ها هما قيمت جوج معالق كبار، انا غادي ندير عيني ميزاني. وعندنا هذا حامض اللي هو حامض، وهو كيسميتها كيقول اللايم، انا عندي اللايم، ما عنديش هذاك اللامن داك الصفر، غير ما راش موجود عندي، هذا ماشي الوقت ديالو تقريبا، ما نلقاش. اللي عنده مرقد اللايم، اللي هذا اللي عنده الحامض مرقد يدير ذاك الحامض المرقد. وهذا ربطان تاع القصبر، معدنوس سوري، انا قطعتها. اذا غادي نمشيو نحيدو هاد السبايسز العطور ونجيبو الدجاج. انا الدجاج هنا عندي بزاف، عشان الى سال كلاص باش مين غادي نصاوبو، غادي هادو عندي الدجاج هنايا شي جوج دجاجات، راه هنا 2 كيلو والكلام ولا 3 كيلو، ها هما بخوضاتهم بكتافهم مفصلين، 2 دجاجات مفصلات، ها هما جاو مجدين عند حلالكم. اذا
وغادي ان شاء الله نبدا نقوم الدجاج ديالي باش نديره يطيب. غادي ناخذ هذا الطبصيل بحال هذا ايوا، وغادي ندير هنايا هاد القوام البصله وهاد القوام ديالي كاملين، غادي نزيد عليهم كلشي. هادو هذا نعصره معاهم بلاتي حامض ان شاء الله ما ننساش، لان هاد الشيء راه ما شفتوش شحال تاع المعدنوس، نخلي واحد شويه نحتاجه تما نديرو. وعندي هاد العطور كلها نحطها هنا، شفتوا علاش درتها هنا باش تجيني ساهله وتساعدني باش نخدم هاد الحوايج دياولي، هاد السبايسز كاملين بحال هكذا. ونجيب واحد شويه نتاع الماء، راه الكاس ديالي فيه شويه الماء، نورمالمون هاد الدجاج انا كان ما كنتش نوريه لكم، انا نخليه نهار كامل وهو ما يشرب هاد القوام ديالو، النهار كامل نخليه ولا نديره في الليل ونخليه حتى الصباح يشرب القوام ديالو. غير شنو انا ما نبغيش ندير فيه الثومه والبصله، الا درتو في الليل في الثلاجه صوبت له القوام ديالو وحطيته في الثلاجه، ما نديرش البصله وما نديرش الثومه لان غادي يدير ريحه، ولا ديروها في واحد الكونتينر تسدو عليه، هذا الكونتينر اللي ديروها فيه اللي ديروها فيه تسدو عليها. انا درت المنحه درت كل شفتو هاد القوام ديالي، وغادي ندير بحال هكذا بحال هكا، وتخليوهم تخليو لهم وقت طويل يعني جوج سوايع ثلاثه، كل ما خليتوهم كيشربوا بصح حطوهم في الثلاجه، غطيهم بواحد بابي سيلوفان وحطوهم في الثلاجه، ولا تغطوهم في واحد الكونتينر اللي ما يخرجش الروائح باش ما يضيع لكمش الريحه الفريجيدار، كيتلقي هذيك النسمه نتاع نتاع الثومه والبصله وهاد الحوايج. اذا انا شوفوا راه عندي الدجاج كثير، غادي كلشي نشرب له بحال هكا، خصو يدخل له. شفتوني درت غير واحد شويه نتاع الماء باش القوام يتطلق ليا، ما بغيتش ندير الزيت لان الزيت ما يخليش القوام يدخل، دير الزيت تا تكونوا ساليتو غير حتى شي باش الشرميله تدخل في الدجاج. اذا هذا هو الخوض، هما عندي كلشي راه مصاوب هنا، كلشي راه نقي. انا درت الكلافز باش ما نعذبش يديا، نعمر راسي بداك الزعتر بداك العطور صفر اللي صفار وداك الشيء. انا ما درتش الزعفران، وما كنديرش زعفران، كندير غير زعفران الحر، اولا ندير هذا الخرقوم اللي هو كركم خرقوم، ما عرفت تلف ليا، غادي تجيني نقولها لكم، المهم كيتلف ليا تيميريك خرقوم كركم وواحد الحاجه ما عرفتش دائما نعرفها وننساه، هذا الصفر خرقوم تيميريك تيميريك اللي هو الملون، ملون طبيعي، هذا ماشي هذا ملون طبيعي وصحي، كنشربوه ندير واحد الكاس الماء طايب ما يكون سخون ونديروه فيه ونديروا واحد المعلقه ونشربوه، كيقول لك مزيان مزيان البرد مزيان لكل شيء. اذا انا درت الدجاج راه شي 3 كيلو هنا، ولا نقول لكم انا ما كنوزنش اللي لقيتها نطيبها، اوكي اليوم غنطيب هاد الدجاج لان غادي ندير به العشاء ولا الغدا ما نعرف، دابا راها 3 ونص يمكن تسمى عشاء، اوكي غادي نخليه بحال هكا، تخليوها كلشي هادي بحال هاد الدجاج تخليوه يشرب هذا القوام ديالو، تغطيوه وتخليوه يشرب القوام ديالو، وديروه في الثلاجه وخليوه ليله كامله ولا نهار كامل، اللي درتيه في الصباح وجدتيه مثلا يا فتاه يا سيداتي، الا وجدتيه في الصباح غادي يبقى لك النهار كامل يشرب هذا القوام مزيان، شوفوا سيدخل له القوام دياله مزيان بحال هكا، يشرب القوام دياله. شوفوا الملح عينكم ميزانكم، انا هذا اللحم قبل ما نديره هذا الشيء كان الدجاج راه جاي مفصل من عند الجزار من عند ماليه، ولكن انا قبل ما نديره شنو درت له، ذوبته درت له غسلته في الخل والماء، حطيت البانيو عامر ودرت الخل والماء والملح وحطيته فيه واحد نص ساعه ولا فايت، كل ما غسلته فيه مزيان. ذاتس واي خاصكم تنقصوا الصوت، الملحه ما تكونش مجهده من تجيو طيبه صافي. تن غادي نخلي هذا ننتقل بكم للروز شنو درت له، راح شنو غنديروا له.
الرز ها هو. انا درت ثلاثه نتاع درت ثلاثه من هادو الله هادو عامرين بحال اللي دار ثلاثه د الكيسان جوج د الكيسان. انا درت ثلاثه من هذه دايره الحجم ديالها مزيان لان عندي بزاف الرز. شوفوا انا درت ثلاثه زدت عليهم الماء دخلتهم في الماء غسلتهم وزدت عليهم الماء وخليتهم يرطابوا خليته في الماء يتنقع في الماء 21 دقيقه ولا 25 دقيقه نص ساعه خليته وغادي نصفيه من هذاك الماء ونطيب ونطيبو غادي نوري لكم شنو نديرو له. اوكي شوفوا الماء هو الماء طالع عليه وهو كيترطب. اذا غادي نمشيو لتحضير الطنجره ديالتنا ونتلاقاو ان شاء الله باش باش نطيبو الطنجره. اذا ما نساوش هذه انت درتي ديالها. يلا دابا عدتو اليكم من جديد يا اصدقائي. ما خلينا الدجاج تاعنا كيتشرب هذيك القوام ديالو والعطور ديالو. دابا غادي نجيبه للطنجره بحال هكذا شفتوه. شوفوا هنايا غادي نصاوبه في الطنجره ديالي. ونسيت ما قلت لكمش ورق موسى راني غادي نجبدها نسيتها حتى انا. اللي بغى يزيدها ورقات موسى الورق تاع موسى يقولوا له ورق موسى مع كي يقولوا له بالانجلي. اذا هذه الطنجره ديالي. انا درت طنجره كبيره لان عندي الدجاج بزاف كنطيب انا من انا عيني كاتبان هكا ما نقدرش ندير غير شويه. اوكي ها هي ندير هذا القوام ديالي هنا بحال اللي شفتوا بحال هكا والعطر ديالي كلشي. هذا غادي نشله شويه ونزيد ليه شويه د الماء. اذا ها هو الطنجره ديالي غادي نشعل عليها بحال هكا. اذا كي غادي نشوف هاد الطنجره ديالي بحال كشعلت عليها انا درت القوام ديالي كامل غادي نزيد عليه شويه ديال الماء. انا غادي اليوم ما نقليش هاد ما غاديش نقلي هاد الدجاج ديالي دابا. اوكي غادي نطيبه بحال هاك نزيد له شويه ديال الماء ونخليه يطيب ونقص له ونخليه يطيب ونطيب وغادي نوريكم الطريقه باش نكملو. انا راني في الكوزينه ديالي في الكيتشن راني غير اللي لقيت عندي راه ما تخافوش. ها هو غادي نجيب واحد ورق موسى ها هو شفتوه وغادي نخليه يطيب. اوكي سد عليه بحال هكذا ما نديره لا في طنجره الضغط مانيش مزروبه واللي راه مزروب وباغي ياكل فيه الساعه يدير طنجره الضغط 20 دقيقه يكون هاد الدجاج طاب لكم ما يجي يغلي حتى تسدوا عليه لان الدجاج يستاهل يطيب. هاد الخليط اللي بقى ليا هنا شتوه غادي نزيده بحال هكا ونخلي الطنجره تاعي شتوها هي غادي نخليها طيب ونتلاقاو باش نحضروا الرز ديالنا. نسيت الزيت ما نساوش الزيت. ها هو انا درت القوام باش شرب لي داك الشيء بلا ما ندير الزيت لان الزيت كيخليش التوابل تدخل للدجاج مزيان. اذا وانا دابا ها هو زيت الزيتون ها هي جوج معالق راه بعدا هو اوريدي راه الدجاج فيه الفات فيه الجلده ديالو فيه ملحم. اوكي ها هي شفتوها وغادي نجيب واحد ورقه موسى ونزيدها نطلقها ورقه موسى. اذا نخليوها بحال هكذا. انا غير مستغنيه على زعفران ما كنديرش زعفران. اوكي هذه ورقه موسى ها هي شفتوها غادي نحط هنا واحد شويه ورق موسى كيعطي واحد البنه زوينه ها هي ونخلي الطنجره نتاعي طيب ونتلاقاو. اوكي نتلاقاو فيما بعد باش نحضروا الرز ديالنا وحوايجنا. اوكي دابا رجعنا للطنجره ديالي اللي رجعتها طيب كما شفتوا. اذا ها هي غادي نفتحها والكاميرا تاعي غادي تخسر. دابا هي الصوص ديالها لان غنطيب الرز لان تسد باش ما تحرقش وغادي نخرج الدجاج ديالي اللي غنديرو في الكسكاس. اذا
اذا الطنجره تاعي ها هي كما شفتوها، ها هي الصوص ديالها والدجاج طيبته شي 20 دقيقه صافي، لان نحتاجو ولا 25 دقيقه هو طايب الا جينا نخبوه فيه. ها هو الدجاج تاعي طايب واجد فاضي ناضي، ها هو شفتوه. هادي دابا نخرجه نديرها يتقطر في الكسكاس تاعي، نديرها واحد الصحن باش يقطر. اذا هاني جبت هادي وغادي نديره يقطر، حيده من الصوص ديالو. اذا ها هو شفتو كيما شفتو، حنا غادي نجيو هنا ها هو الدجاج تاعي، غادي نخرجه كامل نخلي غير الصوص ونتلاقاو. اذا هاني رجعت حيدت اللحم ديالي كيما شفتو، لا 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 التليفون ديالي مشى. هاني غادي نغلي الرز تاعي باش نوريكم كي غادي ندير له. هذه الصوص اللي بقات، واللي عنده الماء نقصلو يزيد شويه الماء يكون سخون حتى طيبوه، ولا ديروه وتسخنوا. اذا ها هو الدجاج تاعي كما شفتو، ها هو الدجاج تاعي اللي خرجته، ها هو خرجته من الطنجره لذيد كتشمو الريحه ديالو زوينه بزاف. وهاد الطنجره هاني درتها تغلي لان غادي ندير الرز. سوري بامبات، هادي عندي هادي شويه نتاع سميتها قعقله اللي هي كاردامو، اللي هي يقولوا لها قعقله. هيا نديرها شويه باش تطلع ديك النسمه في الرز. غادي نزيد شويه نتاع، غادي نزيد شويه السمن. هيا هي واحد شويه د السمن، اللي بغى يعوضها بالزبده يديرها الزبده، اللي ما كياكلش السمن يدير الزبده. ها هي واحد شويه نطلق فيها ديك النسمه زوينه. الرز ها هو الماء تاعي كيطيب، شتو راه غادي يضيع لي الكاميرا. وانا غادي نجيب الرز ديالي، غادي ندير الكميه اللي نبغي بعد ما رطبته. ها هو شوف غادي نستعمل يديا، راه من الدار دائما راني في الكوزينه نتاعي في الكيتشن، راني غير قريبه. اذا ها هو خص الماء تاعي يكون طالع عليه. انا دائما كنستعمل كميه كبيره، سوري انا ما عندي كتوالف عينيا هكا ما يقدروش يديروا واحد الحاجه تكون، دائما كندير بزاف. درت ثلاثه د الكيسان ها هما، ولكن الماء خصو يكون طالع. درت ثلاثه نتاع زلايب صغار اللي راه تكون هنايا شي كيلو، والله انا ما نحسبش، انا عمرو ما نحسب، ولكن نتوما كل اللي دار جوج كيسان يدير معاهم ربعه د الكيسان، دائما الدوبل. اللي دار جوج كيسان تاع الروز يدير ربعه د الكيسان. انا رطبته واحد 20 دقيقه، غسلته ورطبته في الماء ومن بعد صفيته من الماء، ودابا هاني درته يطيب. اذا هنايا غادي نخليه يغلي وننقص عليه. كما شفتوا ها هو الروز كيغلي، غادي ننقص له شويه ونخليه يطيب. يلا بسم الله، غادي رجعنا لكم. دابا رجعت لكم بعد ما طاب الرز ديالي، غادي نشوفو شويه، نجربو واحد شويه د الرز، شوفوه كي داير الطياب ديالو، جربو شويه الرز ديالنا. يلا ترايوه بواحد المعلقه، ها هو شوفو شحال خرج زوين. شوفو دابا غادي نسرحو الدجاج ديالنا. ها هو ولدي انا يعاوني، جيبو ولادكم يعاونوكم. اذا ها هو غادي نسدفو الدجاج ديالنا فوق الرز. الرز طاب زوين بزاف، ما بغيتش ندير له شي صوص ولا حتى شي حاجه. يعني تقدروا ديروا له الا بغيتوا تزيدوا له ديك الصوص الحمراء تاع المصبرات، ديروها بشويه الماء وتزيدوها على الرز من تكون طيبوه قبل ما تحطوا الرز، ولكن انا درتو هكا زوين باش تجي داك العطور وداك المذاق تاع الحوايج. وانا درت بزاف الدجاج، نتوما ديروا على اللي قدكم، كل واحد يدير الامكانيات ديالو. كتكون حتى 250 غرام غادي تصاوب لكم. دير اولدي دوك الزوينين هاكا، صاوبهم صحيت مزيان. غادي نخليو واحد البلاصه هاد الوسط، راكم غادي نقول لكم علاش خليناه. نعم جود جاب لوي، جود جاب. جيبوا ولادكم يساعدوكم، ها ما تنساوش، ونظفوا كل شيء الاواني ديالتكم، ما تخليو حتى حاجه موراكم.
دابا غادي نسد عليه، راني عاد شاعله عليه ونقص عليه، غادي نسد عليه شويه وغادي ندير لكم واحد الطريقه غادي تشوفوها نتاع الرز اللي يجي بحال اللي مشوي تبارك الله. غادي تفرجوا يلا بسم الله. دابا غادي نديرو، ها هي ورينا، يلا ديرها. هذا ولدي راه كيعاوني، انا بغي نعلمهم دائما. انا غادي نجبد هنا شويه، شفتوا هاد البلاصه اللي خلينا هاد السبيس، هاد المكان اللي خليناه فارغ، ها هو درنا الدجاج من فوق الروز. هذا غادي يعطينا، يجيب لنا الدجاج بحال اللي مشوي، يدير لنا الماكله. اذا غادي نجيبو الفاخره اللي شعلناهم فوق البوطه، وكاين اللي بغى يدير المجمر ويجيبهم منه. شفتوهم؟ شفتو حنا كي درنا لها؟ اذا غادي نسدو عليها. اذا حل نوريو لهم عاود الكيسه اللي درته، عاد خدامه كتشتو. دابا عاد الدخان اللي راني درته هنايا نتاع الدخان مع الزبده غادي نسد عليه، ولا غادي نسد مزيان هكا، ماشي راه كوكوت هذه، ونخليه باش يعطيني ديك النسمه نتاع الاخر. اذا انا طفيت على الروز ديالي وخليت فيه هذيك الفاخر، هو اللي غادي يعطيني ديك النسمه بحال اللي رحنا شوينا هذا الدجاج. داكشي انا ما بغيتش نديرو في الفران ولا نقليه في الزيت، بغيت نخليه هكا باش يعطينا ديك النسمه الجميله اللذيذه. وان شاء الله جربوه ويعجبكم، غادي نوريه لكم في البلايت في الثاني، نحط لكم غير واحد البلايت نحطو غير للفيديو، وما انا وريتكم كلشي الخطوات اللي درتها. ها هما شوفوا كي راه طالق هذاك الدخان، هو مع الزبده هو تاع الفاخر، هو اللي غادي يعطينا اللي رحنا شوينا هذا الدجاج. هذا هو التحضير ديالي الاخير، انا عندي بزاف، درت غير هاد البلايط صغير، هاد الطبسيل صغير، ولكن راه عندي بزاف، كل واحد كيعمر في البلايط ديالو بحال البافي. وان شاء الله تجربوه ويعجبكم بالصحه والراحه، وما تنساوش باش تعاونونا بالسبسكرايب واللايك والكومنت ديالكم، غادي تقبلوهم. ثانكيو. اذا كما كتشوفوا راني صاوبت هاد الطبسيل ديالي، درت معاه شويه نتاع الدلاح اللي هو هذا هو الوقت ديالو، وهاد الطبسيل اللي درتو درت معاه اللوز مقلي. نتوما انا كيعجبني بزاف بيستاش، كيجي حتى في وسطه ملي تكونوا تكملوا الطياب تحطوه فيه باش يجي مع ديك الصوص، تزوقوا به تدخلوه في وسطه زوين بزاف. انا درت غير اللوز مقلي كان عندي موجود، وانتوما اللي عنده اللوز يديروه، اللي عنده وات ايفر زبيب، وشكرا لكم.